أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر
وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أريكم قوما تجهلون. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أريكم قوما تجهلون. ولكني أريكم قوما تجهلون. صدق الله العظيم.